مرحبا أصدقائي، أنا طالبة في السنة الثانية في برنامج الطبخ لجامعة نيشان تاشي. اسمي رابيا باروتشو. يستقبل برنامج درجة دبلوم الطبخ الطلبة من خلال درجاتهم في اختبار الكفاءة الأساسية. الطبخ هو برنامج يقدم المعرفة والمهارات اللازمة في مجال المطبخ ويتابع الابتكارات، ويهدف إلى تطوير العلاقات البشرية من خلال تلبية الحاجات إلى موظفين وسيطين في هذا القطاع، في حين يتم تدريس المقررات النظرية في الفصل الأول من السنة الأولى. فإنه منذ بداية الفصل الثاني يتم تدريس العديد من دروسنا بشكل تطبيقي. نتلقى في الفصل الأول العديد من الدروس الرئيسية، مثل دروس تشريعات الأغذية وتكنولوجيا الأغذية ومقدمة لعلم فن الطهو، وذلك في صفوف دراسية ذات بنية تحتية تكنولوجية. أما في ورشنا التطبيقية فلدينا 5 مطابخ أساسية، أحدها ينتمي إلى مطبخ الحلويات. في هذه الورش نتعلم التقنيات الرئيسية مثل تقنيات الطبخ وتقنيات القطع. تم تجهيز مطابخنا جيدا حتى لا نشعر بأننا غرباء في قطاع العمل هذا. لدينا جميع أنواع المعدات، من مجموعات السكاكين إلى الألواح، ومن المقالي إلى المواقد والأفران. في الفصل الثاني الدراسي من السنة الثانية، وبفضل التدريب المهني على رأس العمل، يمكننا القيام بتدريب عملي في الخارج. يمكننا أيضا القيام بتدريبات خارج المدينة. يمكننا القيام بالتدريب العملي في أماكن يمكننا تطوير أنفسنا فيها فعليا من خلال التوصيات التي قدمتها لنا جامعتنا في إسطنبول. يمكننا العمل بعد التخرج بشكل مريح للغاية في مطابخ الفنادق والمطاعم الرئيسية وقطاع الصناعات الغذائية والمشروبات. اخترت برنامج الطبخ لبدء حياة المطبخ بشكل احترافي وسريع. أحد أسباب اختياري لهذه الجامعة هو أنها حصلت على جوائز في المسابقات الدولية. من بين أسباب اختياري أيضا هو كونها جامعة مجهزة بمطابخ تضم معدات مصممة بشكل احترافي، وتجعلني أشعر حقيقة أنني في صلب المجال. لا أشعر بالغربة عند استخدام الآلات والمعدات، لذلك اخترت جامعة نيشان تاشي. لقد استفدت من معظم الأكاديميين والمطابخ المهنية في جامعتي، كما توفر للطلاب العديد من المزايا من خلال برامج شهادات ومنح دراسية دون انقطاع. سأنتقل بعد التخرج إلى قسم فنون المطبخ والطهو لمدة 4 سنوات من خلال الاستفادة من دورة اختبار الانتقال العمودي التي تقدمها جامعتنا. أفكر في أن أصبح أكاديمية بعد التخرج. إذا كنت مهتما بمجال الطبخ وترغب في تلقي تعليمك باحتراف، يمكنك اختيار جامعتنا. أتمنى منذ الآن ها لنا جامعتنا في إسطنبول. يمكننا العمل بعد التخرج بشكل مريح للغاية في مطابخ الفنادق والمطاعم الرئيسية وقطاع الصناعات الغذائية والمشروبات. اخترت برنامج الطبخ لبدء حياة المطبخ بشكل احترافي وسريع. أحد أسباب اختياري لهذه الجامعة هو أنها حصلت على جوائز في المسابقات الدولية. من بين أسباب اختياري أيضا هو كونها جامعة مجهزة بمطابخ تضم معدات مصممة بشكل احترافي، وتجعلني أشعر حقيقة أنني في صلب المجال. لا أشعر بالغربة عند استخدام الآلات والمعدات، لذلك اخترت جامعة نيشان تاشي. لقد استفدت من معظم الأكاديميين والمطابخ المهنية في جامعتي، كما توفر للطلاب العديد من المزايا من خلال برامج شهادات ومنح دراسية دون انقطاع. سأنتقل بعد التخرج إلى قسم فنون المطبخ والطهو لمدة 4 سنوات من خلال الاستفادة من دورة اختبار الانتقال العمودي التي تقدمها جامعتنا. أفكر في أن أصبح أكاديمية بعد التخرج. إذا كنت مهتما بمجال الطبخ وترغب في تلقي تعليمك باحتراف، يمكنك اختيار جامعتنا. أتمنى منذ الآن النجاح للأصدقاء الذين سيختارون برنامج الطبخ في جامعة نيشان تاشي.